الآن باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. حلقة جديدة من برنامج إيماننا الأقدس. الراعي الصالح. بكرة الكنيسة بتحتفل بنياحة البابا ثيودوسيوس، البابا 33 من بابوات كنيستنا، وأيضا بتحتفل باستشهاد الأنبا سرابامون أسقف المنوفية، وكان وقتها اسمها نيقيوس، فهو مشهور باسم أسقف نيقيوس. والقراءات بتتكلم عن الراعي الصالح. إنجيل معلمنا يوحنا الإصحاح العاشر، ربنا له المجد بيقول: الحق الحق أقول لكم، إن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف بل يطلع من موضع آخر فذاك سارق ولص. وأما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف. حاجة بديهية، يعني بينط من على السور يبقى حرامي، اللي بيخش من الباب هو صاحب المكان. لهذا يفتح البواب للراعي والخراف تسمع صوته، فيدعو خرافه الخاصة بأسمائها ويخرجها. ومتى أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته، وأما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه لأنها لا تعرف صوت الغرباء. هذا المثل قاله لهم يسوع، وأما هم فلم يفهموا ما هو الذي كان يكلمهم به. عشان تعرفوا الفرق بيننا بنعمة ربنا اللي نورت عينينا وبين بتوع زمان، الكلام ده لو احنا حكيناه في مدارس الأحد الولاد عارفين مين هو الباب ومين هم الخراف ومين هو الراعي ومين هو السارق. المسيح له المجد لما قال المثل ده بيقول: أما هم فلم يفهموا ما هو الذي كان يكلمهم به، ما فهموهش. فقال لهم يسوع أيضا، الآية 7، فقال لهم يسوع أيضا: الحق الحق أقول لكم، إني أنا باب الخراف. جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص، ولكن الخراف لم تسمع لهم. أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. وأما الذي هو أجير وليس راعيا، الذي ليست الخراف له، فيرى الذئب مقبلا ويترك الخراف ويهرب. دلو في سنان، فيخطف الذئب الخرافة ويبددها، والأجير يهرب لأنه أجير ولا يبالي بالخراف. أما أنا فإني الراعي الصالح وأعرف خاصتي وخاصتي تعرفني، كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب، وأنا أضع نفسي عن الخراف.
ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة، ينبغي أن آتي بتلك أيضا فتسمع صوتي وتكون رعية واحدة وراع واحد. والمجد لله دائما أبدين أمين. القراءة بتاعت فصل إنجيل القداس تعتبر هي القراءة الأساسية في قراءات اليوم بدءا من العشية ومرورا بباكر، وكل القراءات بقى البولس والكاثوليكون والإبراكسيس والمزامير الموجودة. والإنجيل بتاع القداس هو الفصل الرئيسي اللي بتتركز فيه الخلاصة بتاعت الرسالة اللي الكنيسة عايزة تقدمها، وبتكمل المفهوم أو بتكمل بقية الرسالة بقراءات مكملة اللي هي إجمالي كل القراءات اللي حضراتكم تسمعوها في الكنيسة خلال العشية أو باكر أو القداس. فالمسيح له المجد بيقول أنا الراعي الصالح، لأنه الذكرى ذكرى أحد الآباء البطاركة والباباوات، فالكنيسة بتقول أنا هو الراعي الصالح. وخدوا بالكوا الكنيسة بتقول الإنجيل ده في يوم ذكرى نياحة البابا، وأيضا بتقوله في يوم رسامته، يعني في يوم رسامة البابا أو تجليسه الكنيسة بتقرأ هذا الفصل، وهو بنفسه يقول أنا هو الراعي الصالح، فيتوقف الإنجيل أو قراءة الإنجيل والشعب كله يقول له أكسيوس أكسيوس أكسيوس. فشوفوا الكنيسة بقى بتسلط الضوء إزاي على المسيح له المجد الراعي الصالح، وبتقول إن كل الآباء الموجودين اللي أقامهم المسيح له المجد رسل وخلفائهم، سواء أباء بطاركة أو أباء أساقفة أو كهنة، هم الرعاة بيخدمون بأبوة المسيح. ودي واضحة خالص في الألحان اللي بتقال أثناء حضور سيدنا البابا أو الأباء الأساقفة في الكنيسة، فتلاقوا الشمامسة يقولوا جعل الأبوة مثل الخراف، يبصر المستقيمون ويفرحون. جعل الأبوة مثل الخراف، الإنجيل اللي احنا بنقرأ حتى لو ما كانش في اليوم ده القراءة دي، لكن المزمور ده ملازم لوجود سيدنا في الكنيسة، وتلاقوه دايما في قراءة الإنجيل. شماس يقول جزء بدايته فليرفعوه في كنيسة شعبه وليباركوه على منابر الشيوخ، لأنه جعل الأبوة مثل الخراف. ليه مثل الخراف؟ وليه المسيح له المجد أعطانا هذا المثل حظيرة خراف، ويشبهنا إحنا بالقطيع ويقول لا تخف أيها القطيع الصغير، ويتكلم عننا هنا إن إحنا الخراف، والناس بتزعل بتقول له إحنا ليه خرفان، يعني إيه خرفان؟ وخلوا بالكم إنه دي حاجة من ضمن حاجات، يعني مش هي بس اللي بتزعل، لكن النهاردة بقت كل الكلمات، مش كل طبعا، لكن كلمات كتيرة من اللي استخدمت بمعاني نبيلة ومقدسة النهاردة تلوثت بفكر الناس، وبقت ليها معاني أخرى تخلينا عايزين نبعد عنها. لا، لازم نرجع لكل تقليدنا بكل رصانته وبكل قوة معانيه. ليه المسيح له المجد قال على أولاده إن هم خرفان؟ الخروف وديع جدا، وديع بزيادة، يعني ولا يقاتل ولا يدافع عن نفسه ولا ينتقم، حتى أكله والمرعى بتاعته والمية ما يدورش عليها، بيعتمد اعتماد كلي على الراعي بتاعه. فمن كتر الوداعة بتاعته ومن كتر الهدوء بتاعه
الناس بقوا يتريقوا على ده، لأنه العالم عايز الذئاب ما بيمشيش مع الحملان، العالم عايز اللي ينهش، عايز اللي يسرق، عايز اللي يقتل، عايز اللي لسانه طويل. والمسيح له المجد مش عايز ولاده كده. فقال الدنيا مليانة ذئاب، أنا مش عايزكم بالمنظر ده، خليكوا حملان. فأعطى المثل على راعي وخراف. فالنهاردة لو الابن عايز يطاوع أبوه، أصحابه يقولوا له أنت إيه لسه عيل؟ لو البنت عايزة تبعد عن أي كلام فاضي وعايزة تلبس حشمة وعايزة ما تجاريش صاحبتها في أي انحرافات سلوكية عايزين يمشوا فيها، فيقولوا لها أنت هتتدروشي. وهكذا بدون الخوض في كل الأمثلة، لكن بتلاقوا الناس بتهبط عزايم بعضها، فكلنا بنخوف بعض من الفضيلة وكأننا عايزين نحرض بعض على الرذيلة. يعني لو في البيت في طرف هيصوم والتاني مش عايز يصوم، اللي مش عايز يصوم بيتهم اللي عايز يصوم انه متدروش. خدنا ايه من الكنيسة؟ ما اللي في الكنيسة يا ست بيعملوا وبيسووا، هو بالأكل هو بالشرب. يعني هي جت في الإنجيل كله فول وطعمية. فهي نفس الفكرة في كل حاجة بقى، قيسوا على ده في كل حاجة. فيجي المسيح له المجد ويتكلم في الحكاية دي، ويتكلم على نفسه إن هو الباب. وحكاية الباب دي جميلة، إنه باب الحظيرة. تخيلوا إنه أدي الحظيرة السور بتاعها كده، وفي النص هنا مفيش باب بيتفتح ويتقفل، لا ده الراعي هو اللي بيحط نفسه هنا مكان الباب، فبيبقى هو الباب. فلو جه ذئب مش ممكن هيخش، مش ممكن هيعدي، ولو جه خروف مش ممكن هيخرج، عشان هو الباب، هو في النص. فوجوده كباب حامي قطيعه من الاختلاط بذئاب العالم، ومانع ذئاب العالم عن ان هي توصل لقطيعه. فهو الباب، حاطط نفسه هو الباب. بيقول هذا يفتح البواب. من هو البواب؟ اذا كان المسيح له المجد هو الباب، فمن هو البواب؟ أبا قالوا ممكن يكون موسى النبي، لأنه بيتكلم عن التعليم. التعليم السليم هو مدخلنا إلى المسيح. من هو المسيح؟ تعليم الأرثوذكسي، الإيمان المستقيم، هو مدخلنا إلى الكنيسة ومدخلنا إلى المسيح. طب مين اللي بيعلن لينا من هو المسيح؟ قال لا يقدر أحد أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس. يعني الله هو اللي بيعلن عن نفسه، مش إحنا اللي بنتفزلك ونقعد نطلع مين هو الله. الله هو اللي بيعلن عن نفسه. إحنا عرفنا الله لما هو قال أنا أهيه، عرفناه لما قال اذهبوا تلمذوا كل الأمم عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، عرفنا أنه آب وابن وروح قدس. هو أعلن لينا عن ذاته، هو كشف لينا عن ذاته. فهو الباب وهو البواب. الله بيعلن عن نفسه، البواب بيشاور على الباب، بيفتح الباب. ففي سفر الرؤيا يقول يفتح ولا أحد يغلق، هو يغلق ولا أحد يفتح، هو البواب الله.
سواء بقى هو البواب بإيده أو بإيد أحد رعاته، مع الله هو العامل فينا. فلما يكون أعطى الشريعة لموسى، بقى موسى هو بواب الشريعة. لما يكون أعطى الكنيسة والأسرار لرسله، فقال لهم: من غفرتم خطاياه غفرت، ومن أمسكتموها عليهم أمسكت، ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماوات، وما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماوات. أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات. فبقى مين البواب؟ عشان كده بتيجي الكنيسة، سواء في رسامة أو تجليس الأب البطريرك، أو في يوم تذكاره في الكنيسة، تذكار أحد البابوات يعني، الكنيسة تشاور على المسيح وتقول هو ده الراعي الصالح، هو ده اللي جعل الأبوة مثل الخراف، هو ده اللي بذل نفسه من أجلنا. مش الأجراء. شوفوا المسيح له المجد يقول إيه: جميع الذين أتوا قبلي هم سراق واللصوص. مش بيتكلم على الأنبياء، لا، بيتكلم على الأنبياء الكذبة، ولكن الخراف لم تسمع لهم، لكن سمعوا الموسى. فيبقوا إزاي لم تسمع لهم؟ يبقى مش بيتكلم على موسى والأنبياء، لأنه الشعب سمع لهم. الخراف لم تسمع لهم، ما سمعوش للأنبياء الكذبة. أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى، والسارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك. الحكاية بقى من زمان مش النهاردة، يعني حكاية البدع والهرطقات وحكاية التعاليم الغريبة وحكاية الإيمان المنحرف دي حاجة قديمة، والمسيح له المجد بيتكلم عنها بكل وضوح، والأباء الرسل هتشوفوا دلوقتي اتكلموا عنها في الرسائل بكل وضوح، والكنيسة عاشتها وطبقت كلام المسيح له المجد. ده سارق جاي عشان يسرق ويذبح ويهلك، اطرده بره زيه زي الذئب. ده أجير لا يبالي بالخراف، علم عليه عشان الناس تعرف انه ده ليس راعيا صالحا، ما عندوش استعداد يبذل نفسه من أجل القطيع أو من أجل الخراف. طيب تعالوا نروح لفين مثلا؟ لرسالة الكاثوليكون، معلمنا بطرس الرسول الأولى الإصحاح 2 يقول إيه؟ هنقرأ من أول، هنقرأ من الأول من الآية 18: أيها الخدام كونوا خاضعين بكل هيبة للسادة، ليس للصالحين المترفقين فقط بل للعنفاء أيضا. خلوا بالكوا أنه كورنثوس دي إمبراطورية رومانية معروفة بالشدة والقسوة، ومعروفة بحكاية السادة والعبيد، وموضوع السادة والعبيد ده العبد عبد، يعني ممكن سيده يقتله، ممكن يضربه، ممكن يعمل فيه اللي هو عايزه، عبد زيه زي الكرسي، زيه زي التراب اللي بيدوسه. حتى النساء بالنسبة للرجال برضو كان من حق الرجل الروماني انه يتسلط على زوجته كما يتسلط انسان على عبده او على بهيمة عنده. فمعلمنا بولس بيقول لهم، معلمنا بطرس بيقول لهم: لا، خلوا بالكم الحكايه مش كده. يعني ايها الخدام كونوا خاضعين بكل هيبه للساده، ليس للصالحين المترفقين فقط بل للعنفاء ايضا. يعني معلش تعال على نفسك واستحمل، ما تقولش انا هخضع الراجل الحنين، السيد الحنين. بيقول له اخضعوا، بينوا
بمسيحيتكم ان انتوا بتحترموا القوانين، اخضع للقانون، اخضع للسيد حتى لو كان عنيف، لان هذا فضل. ان كان احد من اجل ضمير نحو الله يحتمل احزانا متالما بالظلم، دي الحاجة اللي بتتعبنا وبتضايقنا، الظلم. يقولك أنا مش عارف المرض ده جالي ليه، أنا مش عارف اشمعنى أنا، يعني اللي ربنا حاططني في دماغه وجاب لي كذا وكذا وكذا. أنا مش مضايقني من فلان إن هو قال كذا، أنا اللي مضايقني إنه قال لي كده وأنا ما عملتش حاجة. كل اللي بيضايقنا إن إحنا مظلومين. معلمنا بطرس بيقول هذا فضل، يعني يا بختيكو، ما تخافش، ده انت حاطط حاجة ليك، انت محوش كنز بالحكاية دي. هذا فضل، إن كان أحد من أجل ضمير نحو الله يحتمل أحزانا متألما بالظلم، مش بالحق، مش من حقك تتظلم، لا، هم عملوا فيك كده ظلم، اقبل اقبل، لأنه أي مجد هو إن كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون. ما لو أنا غلطت واحد ضربني على وشي بالقلم فاسكت، يقول لك أي مجد في ذلك، أنت عملت إيه؟ طب أنت كان من المفروض تطلطش بالقلم، مش غلطت، لكن الفضل فين بقى؟ بل إن كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون فهذا فضل عند الله. هو ده بقى الجمال بتاع المسيحية، اللي بيبين المسيحية، إنك تبقى لا تستحق العقاب وتقبله بشكر. بيقول لأنكم لهذا دعيتم. خلوا بالكم الحكاية ماشية إزاي، عشان الراعي الصالح بيبذل نفسه عن الخراف. طب الخراف هي كمان عليها دور، هتعمل إيه؟ إذا كان الراعي هيقدم نفسه من أجلي، طب ما أنا كمان محتاج أقدم نفسي من أجله. من أجلك نمات كل النهار. فإذا كنا بنتكلم النهاردة على الراعي الصالح، طب الرعية صالحة ولا مش صالحة؟ فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا، آدي الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الخراف. فمعلمنا بطرس بيشجع الرعية، بيشجعهم بإيه؟ بالراعي الصالح. بيقول بصوا على الراعي الصالح، ما احنا عمالين نبروز صورة المسيح له المجد في وجود سيدنا في الكنيسة ليه؟ عشان هو الراعي الصالح. فيقول لهم المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. بنحط هو المسيح مثال، هو له المجد، قال لا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال بل على المنارة ليضيء لكل من في البيت. الكنيسة بتقول له لا، ده انت النور الحقيقي، نور إيه اللي نحطه على منارة؟ المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر، الذي إذ شتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل، الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر، الذي بجلدته شفيتم. المسيح له المجد قبل الظلم عشان يشفينا. احنا مستكبرين على الظلم ليه؟ ما نقبله. خلوا بالكم يا جماعة أن هي دي مشكلتنا النهاردة، يعني مشكلة أي حد بيتلخبط في ربنا، بيقول ألحد، بيقول ليه ربنا بيعمل كده، بيقول أنا مش فاهم، هي المسيحية ضعف ولا قوة، هو إيه أحبوا أعداءكم، هو إزاي الواحد ما ياخدش حقه، إزاي الواحد ما كل اللي متلخبط في الحكاية دي. دي كلمة السر، تقبل الظلم ولا لا؟ الواحد عايز انا عملت حاجه كويسه، اديني بقى حاجه كويسه، انا صمت اديني المكافاه، انا كان في ايدي ان اكذب بس مسكت لساني وما كذبتش، فين المكافاه؟ انا كان ممكن اخد حاجه واحد سابها ولا
ضاعت مني وانا كان ممكن اخدها واحطها في جيبي من غير ما حد يبص عليا او يعرفني، وانا سكت قلت لا مش بتاعتي، ها فين المكافأة؟ احنا عايزين كده واحدة بواحدة. لكن لو انا صمت وجالي مرض اقول ايه ده؟ ليه ربنا بيعمل كده ليه؟ امال لو انا زي الناس اللي ما بتصومش، امال لو انا ما بروحش الكنيسة زي اللي ما بيروحوش، امال لو انا ما بحطش عطر زي اللي بيحط اللي ما بيحطوش، ومتلخبطين. طبعا ربنا مش بيظلم، لكن احنا بنسمي ده ظلم، بنسمي ده شر، لكن ربنا مش بيظلمنا، ربنا بيشرق شمسه على الأبرار والأشرار، واحنا أول الأشرار وأول الخطاة، وربنا بينعمنا بالهوى اللي بنتنفسه وبالحياة اللي عايشينها وبفرصة التوبة اللي هو سيبها لنا. كنتم كخراف ضالة لكنكم رجعتم الآن إلى راعي نفوسكم وأسقفها. أهو الكلام على إيه بقى؟ رجعتم إلى راعي نفوسكم وأسقفها، اللي هو مين؟ المسيح له المجد، اللي الكنيسة بتبروزه النهاردة في هذه الذكرى إنه هو الراعي الصالح. فمعلمنا بطرس يكلم الخدام وبعدين يرجع يكلم النساء، كنا خاضعات لرجالكن حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة. يعني بيقول للنساء اخضعوا للرجالة بتاعتكم حتى لو هم مش بيسمعوا كلام الإنجيل، بسيرتكم الحلوة بدون كلام، بدون ما توعظوا الرجالة وتقعدوا تتكلموا كلام كتير بدون رغي، بالسيرة الحلوة. الرجالة الوحشة دي اللي ما بتسمعش كلام ربنا هتبقى كويسة بسبب سيرتكم الحلوة. شوفوا معلمنا بطرس ماسك كل الفئات. ولا تكن زينتكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب. لو عايزين بقى تبقوا مسيحيات بجد، زوجات مسيحيات فضليات، سيبكم من اللي العالم بيعمله. العالم بيزين نفسه بزينة خارجية، شعر وحلي وثياب يقولهم هي بتتزين لمين؟ لجوزها؟ طب ما جوزها في البيت، بتتزين لمين؟ لا، لو عايزة تتزيني بس يقول لا، أنا أقولك بقى تتزيني فين. هكذا كانت قديما النساء القديسات أيضا المتوكلات على الله يزينن أنفسهن خاضعات لرجالهن. يعني الزينة بتاعت الست طاعة زوجها. بيقول زمان الستات القديسات المتوكلات على الله ما كانوش بيزينوا نفسهم باللبس والشعر والذهب، كانوا بيزينوا نفسهم بالخضوع لرجالهن كما كانت سارة تطيع إبراهيم داعية إياه سيدها، التي صرتن أولادها صانعات خيرا وغير خائفات خوفا البت. ده الستات. الزينة مش من بره، زينة إنسان القلب الخفي في العديمة الفساد، زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير السنة. مش الزينة اللي بره، إنسان القلب، يعني الزينة بتاعت الإنسان الداخلي. الإنسان الداخلي بيتزين بإيه؟ بالطاعة والخضوع. طب والإنسان الخارجي؟ لا، ده الخارج يفنى والداخل يتجدد يوما فيوما، دي قراءة البولس بتاعت اليوم. طب الرجالة بقى؟ لحسن يكون حد من الرجالة دلوقتي شمتان في الستات. يقول كذلكم أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف، معطين إياهن كرامة كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة لكي لا تعاق صلواتكم. يعني الستات مش أقل منكم، يمكن لأن هم ستات أضعف بحكم التكوين الجسماني والراجل هو القوة والست هي الحنية، فبيقول اتعاملوا معاهم على هذا الأساس، إن هما الإناء اتعاملوا مع الإناء النسائي بفطنة كالأضعف، معطينا إياهن كرامة، مش نحتقرهم لأنهم أضعف، ادوهم كرامة كالوارثات معكم نعمة الحياة. ليس رجل ولا امرأة في المسيح، ليس عبد ولا حر في المسيح. فمش هتعامل مع الست إن هي أضعف فيبقى هي بقى ما بتفهمش في
كذا واصل هي ما تعرفش في كذا وما تفتحيش بقك في كذا. لا، يمكن هي اناء اضعف، لكن معطينا اياهن كرامه كالوارثات ايضا، يعني ما تقلش عنك في حاجه، كالوارثات ايضا معكم نعمه الحياه لكي لا تعاق صلواتكم. يعني لو مش عارف تعامل الست بتاعتك كويس هتصلي ازاي وصلاتك هتتقبل ازاي؟ طيب ناخد 3 دقايق نسمع فيهم ونقول معاهم لحن فلنسبح الرب آسومين، بس المرة دي بالعربي. تفضلوا. الإبراكسيس بقى، معلمنا بولس أرسل إلى أفسس واستدعى قصوص الكنيسة. القراءة بتاعت الإبراكسيس أعمال 20 من آية 17. فلما جاءوا إليه قال لهم: أنتم تعلمون من أول يوم دخلت آسيا كيف كنت معكم كل الزمان أخدم الرب بكل تواضع
ودموع كثيرة وبتجارب أصابتني بمكايد اليهود. كيف لم أؤخر شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم وعلمتكم به جهرا وفي كل بيت، شاهدا لليهود ولليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. الراعي الصالح. معلمنا بولس هنا ده حديث وداعي، هو عارف انه دي اخر مرة هيقابلهم، فجمعهم وبيتكلم معاهم وبيودعهم في الاخر، هيقول لهم اخر مرة اشوفكم، ويعيطوا ويبكوا على صدره انه ده وداع مش هيتقابلوا تاني. فبصوا بيقول لهم ايه، بيقول لهم انتوا عارفين من اول يوم انا جيت هنا ازاي كنت معاكم كل الزمان بخدمكم بكل تواضع، أخدم الرب بكل تواضع وبدموع كثيرة وبتجارب أصابتني بمكايد اليهود. كيف لم أؤخر شيء من الفوائد إلا وأخبرتكم وعلمتكم به جهرا وفي كل بيت، شهدت لليهود ولليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. مش بيفتخر، بس واحد عايز يطمن على نفسه، أنا كنت كده ولا لأ؟ فبيقول لهم أنتوا شايفين إيه؟ أنا كنت معاكو كل زماني معاكو إيه؟ أنا عملت كذا وكذا 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 كده ولا إيه؟ لهم الآن ها أنا ذا أذهب إلى أورشليم مقيدا بالروح، لا أعلم ماذا يصادفني هناك، مش راح بمزاجي، ده الروح اللي موديني، مش راح أتفسح، الروح هو اللي موديني، غير أن الروح القدس يشهد في كل مدينة قائلا إن وثقا وشدائد تنتظرني. بس برضو أنا رايح، تقبل الظلم ولا لأ؟ مش لو عرفت أنه موجود أهرب منه. بيقول لأ، ده الروح بيشهد في كل مدينة قائلا إن وثقا وشدائد تنتظرني، بس أنا ما بزوغش. وثق وشدائد، طب وانا ورايا ايه؟ طب انا مدعو لهذا، لانكم لهذا دعيتم لكي ترثوا البركه، دعينا لده، ارسلكم كحملان في وسط ذئاب، احنا دعينا لده. المسيح له المجد عارف ان اولاده قطيع صغير خرفان ودعاء، بس ما بعتهمش في مجتمع بلا ذئاب، قال لهم لا، ارسلكم كغنم في وسط ذئاب. يا رب ده انت فاهم، انت عارف طبيعة ولادك، تعمل فيهم كده ليه؟ يقول لك طب وانا مش انا الباب، مش انا البواب، ما انا معاكم في كل حتة، قلقانين من ايه؟ معلمنا بولس بقى بص يقول ايه. طبعا قال لست احتسب لشيء ولا لنفسي، ولا نفسي ثمينة عندي حتى اتمم بفرح سعي والخدمة التي اخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. الآن ها أنا أعلم أنكم لا ترون وجهي، أنتم جميعا الذين مررت بينكم كارزا بملكوت الله، لذلك أشهدكم اليوم إني بريء من دم الجميع. أنا ما أعرفش معلمنا بولس قدر يقول الكلمة دي إزاي. أشهدكم اليوم هذا إني بريء من دم الجميع، بريء من دم الجميع. إزاي؟ بيقول لأني لم أؤخر أن أخبركم بكل مشورة الله، أنا قلت لكم كل اللي عندي، كل اللي ربنا قاله وصلته لكم، كل التعليم الأمين علمته لكم، كل التحذيرات حذرتها لكم، كل النصايح اديتها لكم، كل الغلط حذرتكم منه ونهيتكم عنه، كل الفضائل شجعتكم عليها وحرضتكم عليها. لذلك احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. بيقول أعلم أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، السارق الذي لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك،
الأجير الذي لا يبالي بالخراف. ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم. التلاميذ اللي هم المسيحيين كلهم، مش الاثنى عشر، التلاميذ اللي هم المسيحيين كلهم. يعني شوف بيقول لهم ايه، حتى منكم انتوا الكهنة هيطلع الناس تتكلم بأقوال ملتوية، حتى من جوه هيطلع كده. الحكاية دي من زمان، اهو بولس الرسول في أعمال الرسل بيتكلم في الحكاية دي. لذلك اسهروا متذكرين إن 3 سنين ليلا ونهارا لم أفطر عن أن أنذر بدموع كل واحد. عشان كده جاي النهاردة ويقول إني بريء من دم الجميع. يقول بقالي 3 سنين بدموع بنبه كل واحد فيكم، لأنه راعي صالح بيدور على الخروف، مش بيكتفي بالتسعة مش بيكتفي بالتسعة وتسعين. التذكار بتاع البابا ثيودوسيوس عاش حياته كلها منفي، 28 سنة منفي، ورسموا له بطرك تاني في حياته، واحد دخيل خلقدوني، وعاش يجاهد ضد الأمانة الغير مستقيمة عشان يحافظ على الأمانة المستقيمة. وكان في نفس الوقت هو يعني هربان في مليج، والقديس ساويرس الأنطاكي بطريرك أنطاكيا هو كمان هربان في سخة، وهما الاثنين البطاركة في كأنهم في منفى وبيعزوا بعض ومضطهدين من أجل الإيمان السليم. شوفوا الكلام اللي بيتقال إيه، بيقول لهم أعلم إنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية، ومنكم منكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوية ليجذبوا التلاميذ وراءهم. عايزين يلموا حشد، وكل واحد يشوف وراه كم لايق وراه كم فولور ومش عارف ايه، هوسع على الفاضي. بس شوفوا بقى الحاجة الجميلة اللي في القديس بولس الرسول، وحتشوفوها مربوطة برضو بحاجة في العهد القديم جميلة قوي. يقول لهم ايه، فضة أو ذهب أو لباس أحد لم أشتهي. أنا ما أخدتش حاجة من حد فيكم، ولا اشتهيت لبس حد فيكم، ولا ذهب حد فيكم، ولا خدت فضة منكم. أنتم تعلمون أن حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أنكم تتعبون وتعضدوا الضعفاء، مش ترتاحون وتستعبدوا الضعفاء. متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. شوفوا الجملة دي بتاعت فضة أو ذهب أو لباس أحد لم أشتهي، وفوق كان بيقول لهم إيه، أشهدكم اليوم هذا إني بريء من دم الجميع. تعالوا كده نروح لصموئيل الأول الإصحاح الاثناشر. شوفوا صموئيل النبي عمل ايه مع الشعب قبل وفاته. قال صموئيل لكل اسرائيل، الاصحاح 12 من ايه 1، قال صموئيل لكل اسرائيل: ها انا ذا قد سمعت لصوتكم في كل ما قلتم لي وملكت عليكم ملكا. بيراجع معاهم اللي هو عمله، زي معلمنا بولس ما كان بيراجع دلوقتي. والان، وهو برضو قال لهم أشهدكم هذا اليوم، والآن هوذا الملك يمشي أمامكم، وأما أنا فقد شخت وشبت، وهوذا أبنائي معكم، وأنا قد سرت بينكم، سرت أمامكم منذ صباي إلى هذا اليوم. نفس الكلام اللي هناك بالضبط. ها أنا ذا فاشهدوا علي قدام الرب. تاني برضو كان بيشهد الشعب عليه، اشهدوا علي قدام الرب وقدام مسيحي. ثور من أخذت ثور مين منكم، وحمار من أخذت، خدت حمار حد فيكم. هناك بيقول فضة وذهب عشان هم الغاليين عندهم،
لكن وقت صموئيل النبي كانوا الغاليين عندهم الحمار والطور وال... من ظلمت؟ ظلمت حد فيكم؟ من سحقت؟ دست على حد فيكم؟ ومن يد من أخذت فدية لأغضي عيني عنه فأرد لكم؟ مين اداني رشوة عشان أصهين عليه؟ أنا عملت كده مع مين فيكم؟ فقالوا الشعب بقى: لم تظلمنا ولا سحقتنا ولا أخذت من يد أحد شيئا. شوفوا الراعي لازم يبقى حر، لازم ما يبقاش صباعه تحت درس حد، لازم يبقى أمين، لازم يبقى بيبذل نفسه مش بيستغل القطيع يأتي ليسرق ويذبح ويهلك، يأكل ويحط في كرشه. قال لهم: أنا خدت من حد فيكم حاجة؟ ظلمت حد فيكم في حاجة؟ حد فيكم اداني رشوة عشان أسكت عليه في حاجة؟ أنا بشاهدكم هو قدام ربنا. قالوا له: لم تظلمنا ولا سحقتنا ولا أخذت من يد أحد شيئا. فقال لهم: شاهد الرب عليكم وشاهد مسيحه اليوم هذا أنكم لم تجدوا بيدي شيئا. فقالوا: شاهد. قال لهم: ربنا يشهد على الكلام ده؟ قالوا له: يشهد. شوفوا قوة الراعي شكلها ايه، مش خايف من حد، بيقول للأعور أعور، بيقول للخروف التعبان: يا ابني انت تعبان، بيقول للراجل صلب الرقبة: لين رقبتك شوية، بيقول للزوجة العنيدة: كده ما ينفعش، بيقول للابن الشارد: يا ابني تعال ارجع، سكتك دي هتعورك وهتضيعك. بيعرف يأدب وبيعرف يحن ويعرف يستعمل اللطف والوداعة، بيبذل نفسه. هيضطهدوه يضطهدوه، هينفوه ينفوه، هيقولوا عليه كلام وحش يقولوا عليه كلام وحش، هيكرهوه يكرهوه. إذا ما كنتش أنا كراعي هعمل من أجل مصلحة الخراف، أمال مين اللي يعمل؟ أمال يبقى إيه الفرق بيني وبين الأجير؟ إذا كنت أنا هستغل ولادي، أمال يبقى الحرامي أحسن مني في إيه؟ ولا أنا أفضل منه في إيه؟ تبقى الحكاية بايظة. المسيح له المجد هو الراعي الصالح، وجعل الأبوة مثل الخراف عشان يكون هو أب لكثيرين، لكل أولاد الله اللي بيتولدوا من رحم الكنيسة في جرد المعمودية عشان يكونوا أولاد وبنين لله. ربنا يدينا ويديكم اللغة القبطية. وعندنا النهاردة حرف جديد، حرف جميل قوي، شايفينه؟ أيوة. الحرف ده احنا خدنا حاجة شكله قبل كده، يعني فاكرين احنا خدنا حرف كده، فاكرينه؟ اللي هو كان اسمه زيتا. الحرف ده بقى شكله الزد بتاعت الانجليزي اهي بالظبط، وبعدين تحتيها الحركة دي. فاكرين لما كنا بنكتب الغمة كنا بنكتب كده وبنعمل كده؟ هناخد دي بقى، اهي زد، اهي زد عادية خالص، وبعدين نعمل كده تاني، نعمل كده، اكتبوا الزد العادية شرطة شرطة شرطة، وبعدين اهي اهي بصوا الحتة اللي تحت لوحديها اهي زي الهمزة كده اهي، بس طبعا كبيرة. يبقى كده ادي الزد، وبعدين يلا كمان ادي الزد اهي، وادي الحركة بتاعتنا، بصوا ازاي اهي
يلا نكمل كمان مرة. يلا تاني. سهلة؟ أمسح؟ اسمها إكسي. بصوا هنعمل كده، الحرف ده احنا أخدناه قبل كده، اليوتا، والحرف ده الأو، والحرف ده سيما، والحرف ده الألفا. مين يقرأ الحرف ده بينطق ها كاف سينيه على بعضه، فيبقى أكسيوس. أكسيوس تاني. أكسيوس. فاكرين المرة اللي فاتت احنا أخدنا كلمة دي، شكلها بالظبط، هو الحرف ده بس اللي متغير. دي كنا بنقول ايه؟ اج يوس. دي اكسيوس. اجيوس يعني قدوس، اكسيوس يعني مستحق. بتسمعوا كتير قوي قوي قوي. نيجي مثلا في عيد انبا سربامون النهارده نقول اكسيوس اكسيوس اكسيوس. نيجي مثلا في عيد ماري مرقص اكسيوس اكسيوس اكسيوس. نيجي في عيد أنبا أنطونيوس أكسيوس أكسيوس أكسيوس. يوم رسامة حد من الآباء أو يوم معمودية حد نقول أكسيوس أكسيوس أكسيوس. فأكسيوس عاملة زي أجيوس، دايما نقولها دي ثلاثة وبرده دي نقول ثلاثة أكسيوس. طيب نكتب الإكسي ده تاني أهو. يلا تاني. يلا انا عايز اقول لكم على مفاجأة، احنا تقريبا قربنا نخلص حروف اللغة القبطية كلها، يمكن يكون بقلنا ثلاث حروف ولا حاجة ونبقى كده خدنا كل حروف اللغة القبطية. يبقى الحرف ده الاكسي، الحرف ده انتوا خدتوه قبل كده بقى. جنجة مظبوط. جن جا فاكرينه؟ جنجة قلنا بينطق جيم وساعات يبقى جيم. جنجة هو بيتكتب كده. جنجة. النهاردة هناخد حرف في الكتابة يشبه له شوية. بصوا يشبه ولا ما يشبهش، نحط الكبير عشان يبقى نفس المقاس. يشبه ولا ما يشبهش؟ يشبه له، يعني لو عملنا هنا كده كده يبقى هو. لا مش هنعمل بقى. أو الحرف ده شبه ده من غير الودن دي. ده الجنجة. الحرف الجديد بتاعنا اسمه الدلتا. ما بصوا شكل الدلتا بتاعت مصر، شايفين الدلتا؟ ادي ده نهر النيل اهو، كأن ده البحر المتوسط، وادي الفرعين بتوع دمياط ورشيد، فعشان كده بيسموه دلتا. وعشان نكتبه سهل قوي بقى، اهو برضو نفس الحركة بتاعتنا اهي، بدل بقى ما نجيبها من فوق دي من هنا ونقفل كده. يلا ده اسمه دلتا. الدلتا اللي هي الدال يعني، مش كده ولا ايه؟ ابجد هوس ابجد.
اللي هو ايه بقى؟ ابجد دي الفا، فيتا، غاما، دلتا، الف، ب، ج، د. سهلة، اكتبوها يلا تاني مع بعضينا. ادي الالف اهي الفا، وادي البيتا او الفيتا، وادي الغمة، وادي الدلتا. هما بكده بترتيبهم في اللغة القبطية، الفا، فيتا، غمة، دلتا. هقول لكم على حاجة بقى في اللغة القبطية يعني تدوني فيها ربع جنيه. الأرقام بتاعت اللغة القبطية هي ألف ب، يعني لو عايزين نكتب رقم واحد يبقى هو الألفا بس نحط عليه شرط، يبقى ده رقم واحد. لو ما حطناش الشرطة تبقى دي الألف، نحط الشرطة يبقى ده رقم، يبقى كده رقم واحد. أدي رقم اتنين، أدي رقم تلاتة، أدي رقم أربعة. ها، إيه رأيكم؟ يعني هاردة أنتوا تعلمتوا ألف ب وتعلمتوا واحد اتنين كمان، ألفا، فيتا، غمة، دلتا، يعني واحد اتنين تلاتة أربعة. بس بنحط الشرطة اللي فوق دي اللي هي ترمز إلى الاختصار. يبقى كده الحرفين الجداد بتوعنا اللي هما الإكسي واللي هما والدلتا. نكتب أكسيوس تاني. الألفا، وبعدين الإكسي، بعدين اليوتا، وبعدين الأو الصغيرة، وبعدين السيما. أكسيوس. طيب نكتب حاجة كمان. بصوا الكلمة دي، ادي الالفا بتاعتنا، وادي البيتا، وادي الدلتا، ووراها الاي. مين يقرا؟ اب دي، اب دي. طب نكمل، نون الف تبقى نا، على بعضيها اب دي نا، اب دي نا. احنا اخذنا الحرف ده ووراه ده، دول مع بعض هنقراهم ايه؟ احنا خدنا دي الغمه وقلنا ان هي بتنطق جيم، هنا هتنطق غين، ودي الواو الطويلة اللي هي الأوميجا، يبقى الاتنين مع بعض دول ينطقوا غو، أهم كده، دول غو ودول نا ودول دي ودول أب. نقرأ بقى من الشمال، يبقى أب دي نا غو. ده ايه؟ أبدناغو. ايوه، صدراك ومساك وأبدناغو. طب بصوا الكلمة دي، ادي السين، وادي الاي، وادي الدلتا، وادي الرو، وادي الالفا، وادي الكبة. دي بتنطق ره، ودي ألف، ودي كاف، ودي دال، ودي يه خفيفة، ودي سين. مين يقرأ؟ سد راك، سد راك، واللي فوق أب دي نا غو. والبرنامج وقته خلص، نكمل المرة الجاية إن ربنا ادانا عمر وعشنا. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.